هذا واحد من الأصدقاء في إحدى المناطق، أعرفه من أكثر من 20 سنة، يمكن 23 سنة. له اهتمام سبحان الله خاص بالفقراء والمساكين، يعني اللي يحتاج مثلا طعام، يحتاج أحيانا مقاضي يودي لهم، يحتاج شفاعة في مستشفى، يحتاج كذا، يعني جزاه الله خير باذل نفسه ووقته وجهده في مساعدتهم. أرسل لي رسالة قبل يمكن 4 أيام، لا والله يمكن قبل أسبوع أو أكثر، عن أثر الصدقة، شيء رآه بعين. طبعا دائما يسولف علي بهالأمور، لكن عاد هذه القصة مؤثرة ووقف عليها بنفسه، بحكي لكم إياها. يقول لي إنه اتصل به واحد من أصدقائه وذكر له إن أخته أصيبت بمرض شديد في البطن، وإنهم في البلد عندهم، يعني في إحدى المناطق في المملكة، ما وجدوا لها علاج، وأنهم نصحوا أنها تطلع إلى جدة أو إلى الرياض. فيعني قال له تعرف أحد مستشفى في جدة أو كذا. المهم راحت إلى جدة، بعد ما فحصوها قرر عليها الأطباء أنهم يستأصلون أشياء في البطن. حقيقة أنا كتبتها لكم سابقا لكني الآن نسيتها. المهم في استئصال أظن شيء من الكبد أو وشيء من جدار البطن او شيء يعني من هذه، انا ما ودي عاد اتكلم في اشياء وانا لست طبيبا، لكن قرروا عليها اشياء فيها يعني مشقه شديده وخطوره، والعمليه ربما تستغرق ما لا يقل عن 8 إلى 9 ساعات. المراه بكت واتصل اخوها على هذا واخبره، ويعني يقول ما وش نسوي؟ قال والله انا لست طبيبا، يعني ما فيه الا يعني تفعلون ما امر الطبيب وتسوون العمليه اذا المساله يعني مهمه. يقول فقرروا عليها العملية من بكرة أو من بعده. يقول فعندي غنم وبقر، هو عنده غنم وبقر فعلا يتاجر بها، يعني يقول عندي غنم وبقر، هو فعلا عنده غنم وبقر يتاجر بها، وأنا قد حتى أخذت منه، يعني قد شريت منه، ف يعني يتكسب من ورائها. يعني يقول عندي عجل وهو ابن البقرة الصغير، كنت أسمنه حتى إذا جاء رمضان أبيعه وأتكسب منه. فذهبت وأخذت هذا العجل وذهبت به إلى المسلخ وذبحته وقطعته في 30 كيسا، وذهبت إلى منطقة فيها محتاجين كثر، ومنطقة يعني بعيدة في البر. يقولوا جئت إليهم ووزعت والله هذا اللحم كله بنية أنه عن تلك المرأة، يعني صدقة تصدقت بها وأهديت ثوابها إليها، ونويت في قلبي أن يا ربي يعني الصدقة تدفع ميتة السوء، والصدقة تدفع البلاء عن العبد، وأنها يعني صدقة المعروف تقي مصارع السوء، ونحو ذلك من النصوص اللي دفعته. أن يقول وزعته كل هذه ال30 كيس، وفعلا عند ناس ظاهر عليهم يعني الحاجة إلي، حتى بعضهم يعني ربما ما أكل اللحم من فترة طويلة. يقول بعد سبحان الله يومين اتصل بي اخوها، قال يا اخي حدث شيء عجيب. اخوها ما يدري عنه. قلت ما هو؟ قال دخلت الى غرفه العمليات واختي برا، يعني تنتظر انها تنتهي العمليه بعد 8 9 ساعات. يقول بعد ساعه طلع الطبيب، فظنت اختي ان اختها الثانيه اللي هي المريضه انها ماتت. احنا انت تقول 9 ساعات، طلعت بعد ساعه. فاقبلت اليه تهرول وخايفه وقالت وش اللي صار؟ ماتت؟ قال لا والله، بس يبدو ان تشخيصنا كان غير دقيق، التشخيص كان غير دقيق، وجدنا عندها بس نزيف في الارحام وشيء من هذا، ويعني وتم علاجه وانتهى الموضوع، واختك الان بخير. يقولوا فعلا جلست في المستشفى يوما واحدا ثم طلعت عند، يقول جلست في المستشفى يوما واحدا بس بعدين طلعت، وانا راسلك الان وهي بين اولادها. يقول والله لا علمتهم عن هذا العجل الذي اوزعته، والطبيب لا يعلم، لكن الذي في السماء سبحانه وتعالى يعلم جل في علاه بما حصل، وهو سبحانه وتعالى الذي يعني يقضي بما يشاء وينفع من يشاء. حقيقة الكلام عن الصدقة يعني كلام طويل، والصدقة سواء بالماء يعني اللي يحط له برادة في مكان ويتصدق به في المسجد، الصدقة بمثل هذا اللحم، الصدقة بالمال، الصدقة بقضاء دين الشخص وهو لا يعلم أنك قضيت دينه، الصدقة بالملابس، الصدقة بالبطانيات في ليالي الشتاء الباردة، وغير ذلك.